مكالمة من سيلة وآية. ألو ألو ألو، مساء الخير. مساء النور، صح فطورك؟ الله يسلمك، صح فطورك. الله يسلمك. تزاد لباسة؟ لباس الحمد لله. وانتي صافا؟ ناس مسيلة بخير؟ والله لباس الحمد لله، كلهم يسولوا عليك. يا عمري سلي عليكم الخير إن شاء الله، ربي يحفظك عزيزتي. ليلى نحبك بزاف. قالت لي نحبك بزاف. ثانكيو كنزة حميدة، ثانكيو. ربي يخليكي لي عزيزتي، والله غير تحشموني تدخلي. والله قبل جددت نحكي معاك بركة. يا عمري ان شاء الله هاكي حكيتي معنا وان شاء الله تربحي معنا ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ونروحوا نشوفوا مع تفكروا شوفوا جينجل. عاودنا رجعنا لك يا عزيزتي، خلونا نروح نشوفوا اول فيديو مع بعض. حبيت نقول لك على استقلت عمر اللي فاتت، راني فهمت كل شيء. اه واش فهمت؟ فهمت باللي انا وانتي راكي عارفه كشغل انتي وانا. يلا يا عزيزتي راكي معانا؟ ايوا معاكم. واش دارت حمامه الرجلاوي يا درا؟ معليش تعاونيني شوية. باخ طرم بدبم صفط بابها. لا هي وش دارت له؟ باخ بيو كيما هكا صدمة. مشاهدينا الإجابة كانت سهلة. ها هم عم كامل عم كامل جاوبوا في التيك توك. تحياتنا الناس الأحبابي في التيك توك على مواقع التواصل الاجتماعي، وشكرا لكل جمهور قناة الحياة اللي قاعد يتبع في شبكة البرامجية، وأيضا لجمهور سهيلة بلش اللي قاعد يتبع خصيصا في برنامج العب مع ساهو. نوجه لهم تحية كبيرة وما ننسوش أنه الحلقة هذا وين بدأت، يعني الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة 0561-232-33 0561-232-82. الأرقام هي مفتوحة لكم، عيطوا الناس اللي ما قدرتش تحكمنا تقدر تاخذ سيلفي وتبعث لنا اسمها ولقبها ورقمها على الصفحات الخاصة لقناة الحياة على مواقع التواصل الاجتماعي. خلونا نعرف مشاهدينا الهدايا اللي راه معدنا. مجموعة متنوعة من كوسميتيك مهداة من عند فيفاكوس، بيلا ميزو قدمت لكم سيرفيس في 26 قطعة لك سيدتي، وصالون ومجموعة هدايا متنوعة من طرف الطاوس وكاربن، أيضا قدم لكم شامبر كوشي لك يا عزيزتي. هدايا أخرى راح نتعرفوا عليها مهداة من عند فاكير، وايضا اجهزه كهرومنزليه من طرف ماك ستور، وكذلك راح تكون معنا رحله الى تونس مدتها 6 ايام مهداة من طرف وكاله الاسفار السياحيه كاتا ترافل ايجنسي، وعمرتين يعني رحله كامله التكاليف مقدمه من عند وكاله الاسفار الزعاتشه، وكما قلت لكم الايفون مقدم من عند قناه الحياه خصيصا لكم مشاهدينا ومتتبعين على مواقع التواصل الاجتماعي. ترسل الصوره تاعك مع الرقم والاسم واللقب في الصفحة الخاصة بقناة الحياة، وشوفوا مع عبدو إذا في مكالمات أخرى ونقولوا ألو. خديجة من مهران. ألو 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 ألو، السلام عليكم. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله، صح فطورك؟ الله يسلمك أمي، الله يسلمك بنيتي. يا عمري وش راكي يما صفا؟ لا بس عمري، لا بس عمرك ملوشة يا عمري. واسمع واسمع كيفاش؟ نور الشاشة يا عمري بنورك، ربي يحفظك. تحياتنا ليك يا عزيزتي، يا اهلا وسهلا فيكي يا عمري. صح فطورك؟ صح فطورك الله يسلمك. وانت زاده صح فطورك، واش راكي واش راهم العائله ولادك كامله مطيرين بيك؟ الحمد لله. وانت كي راكي غايه؟ لاباس والله. الحمد لله كي تكوني انت بخير انا بخير، ربي يحفظك ان شاء الله. راكي واجده معانا؟ لاباس الحمد لله. عاونيني انا شي انا شيبانية، عاونيني يا عمري. انتي يا روحي انتي، نعاونك من عيني الجوز. برك نقصي التلفزيون سمعينا من التليفون. نقصي نقصي نقصي، قلت لها نوضي نقصي. واه انتي يلا راكي واجدة ان شاء الله. ان شاء الله ونروحوا نعاودوا نشوفوا هذا الفيديو مع بعض. حبيت نقول لك على استقلت عمر اللي فاتت، راني فهمت كل شيء. اه واش فهمت؟ فهمت باللي انا وانتي راكي عارفه كشغل
انتي وانا. ماما راكي معانا؟ وارني معاك. واه قال لك السؤال واش دارت حمامه رجلاوي؟ والله ما والله شوفيني شوفيني شو قولي لبناتك يشوفوني. طبعا لا لا هي هي واش دارت له؟ ضرباته من وجهها جبدت لها عينه. روح نشوفوا الاجابه ونرجعوا لكم. وانا ما وسمنيش حجله، وسمني حمامه. معليش مين حيوان؟ حيوان الحيوان يا سقلب عند حمام براقه كما قال رجلاوي سقلاته. وهذه هي كانت الإجابة. تحياتنا لك يا عزيزتي وألف مبروك فوتي معنا في السحب. نعاود نذكر مشاهدينا، قبل ما نذكرهم عندي تحية خاصة لنبيلة حفيظ وابنها أمين صاحبة ماركة كاراكو لوغيف. تحياتنا لها عزيزتي، نقول لها رمضان الكريم وإن شاء الله نرجع نلبسه من عندك، أنا ديجا لبست عليها. فخلونا نكمل أو ماي سيستر دخلت معنا في اللايف إيمان، يلا خلونا نكملوا مع بعض ونشوفوا إذا في مكالمات أخرى ولا نرجع نذكر. يلا خلونا نستقبل مثينة من سكيكدا. ألو. ألو. يا مساء الخير. النور صح فطورك. الله يسلمك، صح فطورك عزيزتي. هذه مدة وأنا نعيط. يا عمري. من لبسك يا أخير. يا عمري، واليوم هاكي قدرتي تحكمينا الحمد لله. وأخيرا. وأخيرا، قولي لي وش هو الطبق المعروف عندكم في سكيكدا؟ هذا شوربة شريك، طاجين زيتون. أوه طاجين زيتون. أيه. شحال نحبو. ديروه كيما يديرو صحاب ألجي ويعني. إيه. سوري. ألو. مازاكي معانا؟ وي مازالني معانا. يلا يا عزيزتي نشوفوا مع عبدو مع كم المثل وجينجل. يلا يا عزيزتي المثل وش راهو يقول؟ تهلاي زواج، لا عطاوك المثل الثاني، زواج بحر أزرق. زواج بحر أزرق. خلاص نعطيك النص الأولاني كامل وانتي تكملي لي النص الثاني. قال لك زواج بحر وزرق يغرق. زواج بحر وزرق يغرق، وكملي الباقي. زواج بحر واللي يعني يغرق. واللي واللي ما وصلوا يا حماق. يغرق. واللي ما وصلوا يا حماق. معليش اختي والله عطيت لك لا ريبونس، عطيت لك الاجابه. عطيت لها الاجابه ولا ما عطيت لهاش؟ عم قاع يقولوا لنا باللي عطيتي لها الاجابه. تحياتنا لي جمهورنا على التيك توك، هم كامل يقولوا لي باللي عطيتيها لها خلاص. يلا خلونا نستقبل مكالمة أخرى لعل وعسى أنها تقدر تجاوب هذا المرة، ونشوفوا فاطمة من أم البواقي. فاطمة فاطمة فاطمة. عارف صحتكم. الله يسلمك فاطمة عزيزتي، نقصي التلفزيون وسمعيني من التليفون برك. أمالي أمالي تسمعني. واش راكم لاباس؟ والله لاباس عزيزتي، وانتي صافا لاباسه؟ الحمد لله. الحمد لله يا عزيزتي يستاهل الحمد. قولي لي راكي واجده معنا؟ ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله خلونا نشوف الصحة. ان شاء الله نشوفوا معك في الحياه والجينجل. يلا يا عزيزتي روح نشوفوا هذا الفيديو مع بعض ونعاودوا نرجعوا لكم. والحاجات الملاح اللي نتمناهم في يومياتنا يا رب العالمين راكم معنا.
قولي لي عزيزتي، يلا انت اكيد راكي تتابعي في قناه الحياه. آه بصح ما شفت السؤال مليح. انا دوك نعطيك السؤال. السؤال يقول وقتاش تجوز حصه قصره مع فيصل وجميله؟ نقصي التلفزيون الله يخليكي. اني بعيده علي والله يا والله ما نكذب عليك. السؤال انا تبلي ما نعرفوش طول. كيفاش نعاونك قبل ما انا عاونيني تعيشي. كاين قبل وكاين بعد. كاين قبل ما يقول الله هو اكبر الله، وكاين بعد. شوفي قولي لي اسكو قبل الفطور ولا بعد الفطور؟ قبل الفطور. كامل جاوبوني اقسم بالله كون نجيب تاع تيك توك هنايا يجاوبوا والله ما يخلوا لكم طيط هذه تستعملوها. يلا برافو الجمهور التيك توكر، الجمهور التيك توكي تحياتنا ليكم شاطرين. وشنو يلا يا عبدو ما يكون غير خاطرك يا عبدو طبعا، وهذا خاطرنا ايضا انه احنا نعرفوا مشاهدينا على السبونسرز اللي راهم متواجدين معانا. وعندنا فيفا كوست نوجه لهم تحيه خالصه على الهدايا الرائعه اللي مقدمينها لنا، ان شاء الله راح يبقوا متواصلين معاكم طيله هذا الشهر الفضيل. اليوم رانا في النصب، نقول لكم تقبل الله صيامكم، وايضا وجه تحيه بمناسبه هذا الشهر الفضيل لفيفا كوست على دخولها معنا في برنامج العب مع ساهو. وايضا نروح نشوفوا الطاووس اللي قدم لكم بيرو شباب بزاف، مش غير بيرو حتى صالون مونجي وحتى لا هكا باش يشوفوه الناس، هكا باش يشوفوه. فنوجه لهم تحيه، حتى هم عندهم صالون مونجي هذه اللي انا واقفين عندها، وعندهم الطاووس ايضا. بيلا ميزون قدمت لكم سيرفيس فيه 26 قطعه هكا باش تقدري تستقبلي ضيافك ان شاء الله من العيد والهيك. وقتاش ناويين تقدموا لهم الهدايا؟ منيتك نلونسيها. لا الاربعاء عندنا سحبه النهضه، وقتاش يجوا يدوا لي كادو تاعهم ان شاء الله بعد رمضان. يقول لكم عبدو راح يكون في ان شاء الله، ان شاء الله يديروا لنا حفل هكا، وخلوني نتلاقى مع كامل المشتركين والفائزين لبرنامج العب مع ساهو. وكاربر ان شاء الله يعطيكم الكادو تاعكم، وفكير ايضا، وكل سبونسرز اللي راهم معنا نوجه لهم تحيه خالصه. نشوفوا مع يوسف. يا يوسف كاش مكالمه؟ طبعا كملوا نهضروا على كل سبونسرز خاصه وكاله السفر الزعاتشة هكا باش ما نكونش غلطانه في اسمها. نوجه لهم تحيه خالصه على العمره لشخصين كامله التكاليف، او نورمالمون كانوا قايلين انها عمره اسبوعيه، فان شاء الله تكون هذه العمره من نصيبكم مشاهدينا. كتبوا اتصالاتكم على رقم الظاهر اسفل الشاشه. تحياتنا لوكاله الاسفار كاتا ترافل اجنسي، حتى وكاله السفر الزعاتشة تحياتنا لهم. خلونا نشوفوا، لا نذكر قبل ما نشوفوا حاجة أخرى أو مكالمة أخرى، نذكر أنه الآيفون مقدم من قناة الحياة، ما تقدروش تدوه في المسابقة هذه، راح تاخذوه بمشاركتكم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة الحياة. تاخذ السيلفي، تيك سيلفي، وأبعث لهم يور نمبر الرقم تاعكم والاسم واللقب، وإن شاء الله تفوتوا في السحب الخاص بجائزة قناة الحياة. نشوفوا مع عبدو. نور الهدى من تيارت. ألو ألو. مساء الخير. مساء النور. صح فطورك. الله يسلمك في تاني. الله يسلمك عزيزتي. قولي لي واش درت اليوم الفطور؟ شابة اليوم. اوه عينيك عيني يا عينيك شابين. انتي الشابة، انتي الشابة، تشوفي فيا شابة، ربي يخليك. الله يسلمك، الله يسلمك. الله يخليك العزيزة. شوفي تعرفي راني جيتك على رمضان وانا نعيط نعيط نعيط. واش يطلع لكم كي تعيطوا؟ عيط نفهم. قلت لك راني مدي بيت تاع رمضان. ايه ايه بصح حبيت نفهم كي تعيطوا واش يجيكم، هذا اللي ما تحكمونيش. ايه اوكيتي اوكيتي. اوه لازم ندير لهم نيميرو واحد اخر ولا كي؟ على جالك دوكا نفتح لكم نيميرو تاعي تعودوا تعيطوا لي في التليفون. الله يخليك يا عزيزتي، راكي واجده باش نجاوبوا؟ عاونيني. خلاص يلا خلونا نشوفوا مع عبدو واش اختار لك. يلا خلونا نكملوا في كافي الحياة ونعاودوا نشوفوا السؤال مع بعض. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ومرحبا بكم معنا في أنا الممضي أسفله. ضيفتنا الليلة من أجمل النساء التونسيات ومن أكثر الأسامي اللامعة التي نجحت
في مجالات كثيرة. نرحبوا مع بعض ب يلا يا عزيزتي شفت معنا هذا الفيديو؟ السؤال أصبري نقول لك سؤال وانت خمي. السؤال يقول من كانت ضيفة عدد أنا الممضي أسفله؟ هي كانت امرأة وهي من البلاد اللي احنا عاملين لكم هدية لها، اللي وكالة الأسفار كاتا ترافل أجنسي عملت لكم رحلة إلى تونس، يعني فنانة تونسية. وش اسمها؟ هي فنانة تونسية. والله ما على زوجي عاونيني. شوفيني شوفيني أعمل كلوز. هي عم أعطيه كلوز. عبد الله ما تحشم. قال لك شنو نرجي دبانة. غادي نوري لهم. كيفاش نوري لهم؟ نوري لهم هكا. واش راه يفهموا مساكين؟ يا عزيزتي الإجابة حاولت نعطيها لك بكل الطرق، يعني وريت لك هي يعني امرأة وأنها جاية من تونس. أكثر من هكا حاولت نعمل لك كليبسينغ هكا باش تشوفي الإجابة، وللأسف ما قدرتيش تعرفيها. فنذكر مشاهدينا أنه المفروض دوكا نشوفوا مع الأستاذ المخرج يوسف أبوشو إذا راهي الحلقة مازالت متواصلة. والله تكوبات مازالة متواصلة، خلونا هذيك يعني نقدر نلحق أني نلحق الماكستار. يلا يلا وأهلنا في الجلفة عايطونا ونقول لهم ألو. ألو أهلا وسهلا فيكي. ألو أهلا وسهلا فيكي يا أم رودينة. ألو أم رودينة مساء الخير. ألو 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 نقص التلفزيون سمعينا من التليفون. ألو هاني معك. أهلا بيك. ألو 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 سهيدة. ألو أنا معك. ألو 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 سمعتيني؟ أنا نسمع فيك، راك تسمعي فيا؟ إيه أنا نسمع فيك. أهلا وسهلا. الله يسلمك، صح فطورك عزيزتي؟ نقصتي وسراك كي منورة اليوم. عيشي بنورك عزيزتي، الله يحفظك، برك الله يخليكي، على خاطري نقصي التلفزيون وسمعيني من التليفون. نقصتي له؟ ايه ايوه دوكا تشوفي كيفاش تسمعيني. يلا عزيزتي راكي واجده؟ تعاونيني بالضبط. يا لا عاونيني والله قناه الحياه اذا ما خرجتوا لهم اغنيه عاونيني عاونيني والله ما نستعرف بك. يعني شحال وانا نعيط قصتي حكمتك. يا عمري مرحبا بك، ان شاء الله تحكمينا اليوم وغدوه، ان شاء الله ديما تحكمينا. ان شاء الله ربي يحفظك. الله يحفظك ونكملوا معك في الحياه وروحوا نشوفوا هذا الفيديو. حفطوركم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ومرحبا بكم معنا في أنا الممضي أسفله. ضيفتنا الليلة من أجمل النساء التونسيات ومن أكثر الأسامي اللامعة التي نجحت في مجالات كثيرة. نرحبوا مع بعض ب يلا يا عزيزتي. قال لك السؤال وش هي الضيفة في برنامج أنا الممضي أسفله للزميلة هنا غزار. هي قال لك فنانة تونسية، أعطيني برك الاسم تاعها. والله ما على بالي. ح والله سوري سوري واي علاش؟ ح برك حرف. كاين حورية، كاين حياة، كاين حنان، كاين حدة، كاين كاين ليش كاين قول قول والله لا ما نأملكش عبدو. يلا ناخذ مكالمة من عند سلسبيل من مسيلة. الو حكمني فوغي. الو سلسبيل. الو سلسبيل. الو
الو الو الو هلا سلسبيل وش راكي؟ سلسبيل الو اهلا لاباس لاباس الحمد لله وش راكي اختي لاباس؟ الو اني نسمع فيك نقصي التلفزيون الو لاباس الحمد لله نقصي في التلفزيون سمعيني سامحيني رام والله لا رامي يضحكوا فيا رامي يضحكوا فيا رامي يضحكوا فيا ام هنا اكتشفي هنا ها ايه سمعت راكي منوره اليوم يا عمري بنورك الله يخليك اختي سلسبيل يلا قولي لي راكي واجده باش نلعبوا راكي واجده واجده يلا وخلونا معاك في الحياه نروحوا نشوفوا هذا الفيديو مع بعض حفطوركم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ومرحبا بكم معنا في أنا الممضي أسفله ضيفتنا ليلى من أجمل النساء التونسيات ومن أكثر الأسامي اللامعة التي نجحت في مجالات كثيرة نرحبوا مع بعض ب يلا يا سلسبيل قالك وشكون هي الضيفة تاع عدد حنان حنان العش حنان العش برافو خفت السؤال هذا نروح نشوفه قبل الإجابة ونرجع نرحبوا مع بعض نرحبوا مع بعض بحنان العش مساء النور صحة شريبتك صحة شريبتك وصحة رمضانك سنين دايما تحية كبيرة لزميلتي هنا غزار وكل زملائي في قناة الحياة طبعا جليل جليل ونازيم وبلال قايتيك وكازيو يلا مشاهدينا مشاهدينا خلونا نذكركم انه ما زالت الحصه بصح ما بقالهاش بزاف كثروا اتصالاتكم وحبيت بزاف اخت سلسبيل من مسيله نقولها الف الف مبروك ليك يا عزيزتي انك فتي معنا في السحب الاسبوعي تحيه كبيره لاهلنا في مسيله والاختنا سلسبيل اللي كانت سهله بزاف وما طلبتش مساعدتي في الاجابه هكا نبغيكم تكونوا شاطرين يلا خلونا نشوفوا مع تيارة وشوفوا أختنا زينب زنوبة زنوبة وانقطعت المكالمة خلونا نشوفوا ممكن عبدو يجيب لنا ضيوف واحد أخرين باش يشاركوا معنا اليوم ويربحوا إن شاء الله أكيد يا عزيزي نذكر مشاهدينا بكل سبونسرز دوكا راني قاعده في صالون الطاوس تحيتنا ليهم كانوا مرافقيني من العام اللي فات وهذا العام ان شاء الله طول السنين ان شاء الله حبيت ايضا نذكر مشاهدينا انه من هذا اليوم ممكن على غفله هكا تشوفوا كونكور حطيته في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بسهيله بلاشهب على انستغرام سهيله اوفيسيال وان شاء الله لي جمهوري خاص بتيك توك انستغرام وفيسبوك يشاركوا كلهم ان شاء الله راح يكون عندهم ايفون 15 برو ماكس من نصيبهم في العيد إن شاء الله هذه هدية مني لكم بمناسبة هذا الشهر الفضيل وأيضا للبرنامج وإن شاء الله مع بعض راح نزيد لكم بزاف لكونكور هكا باش يعني نبدأ بالآيفون هي أقل حاجة ونبدأ بعدها نطلعوا إن شاء الله الأمور كبيرة وتكونوا كامل فرحانين وهكا يعني الفنانة اللي تحبوها وتابعوها وأختكم وصديقتكم اللي من زمان وانتم معها مش حبتكم تكونوا تابعوها بدون فائدة يعني على الأقل تفرحوا كما أنا فرحانة بكم وخلونا نشوفوا مع عبدو إذا في مكالمات أخرى نور من برج بوعريريج اهلا وسهلا فيكي نور الو الو لاباس الحمد لله وساكن فينا لاباس الحمد لله واش راكي بنتي لاباس لاباس شحال في عمرك انا يا عمري عمري 18 شحال 18 يا عمري صغيره تحياتنا ليك والناس البرج اهلا وسهلا فيكي يا عمري أكيد تابعيني كل يوم ولا اليوم برك؟ أنا نتابع كل يوم يا عمري وش أكثر حاجة تحبيها في البرنامج هذا؟ نحبك سي أو عمري نموت عليك ربي يخليكي ميرسي ربي يحفظك ربي يحفظ لك أهلك وكلهم وسلمي لي على والديك سلمي لي عليهم بزاف بزاف عمري ما ثاني سلمحيك بزاف يا عمري ربي يحفظكم إن شاء الله وراكم واجدين دوكا باش تجاوبوا مع بعض يلا ونشوفوا ديما معاك في الحياة ونشوفوا هذا الفيديو يلا يا عزيزتي
نور قال لك وش اسم هذه الأكلة؟ هذه أكلة معروفة بزاف في قسنطينة. عاونين. ماماك ما تعرفهاش؟ ماليش. سقسيها قولها واسمها. ماما اسمها تعيش واستناوها ما تكوبيولهاش. الله يخليكم. نعاودو نوروها لك؟ نعم. عاودوها خلوها تشوف. يلا يا عزيزتي. معقودة. لا تبدا باسم، قولي لماماك تبدا باسم شباح، الاسم تاعها شباح. وشنو تبدا باسم شباح؟ شباح. كملي، قولي لماماك تكمل. شباح. اي شباح. وشنو؟ بركه دقيقه استناوها تعيش. مسكينة. عربي مسكينة. لا شباح. الو. لا ما تقولوا ليش تكوبات المكالمة يا عزيز. شوف كاين مكالمة أخرى، أنا حابة نختمها بواحد يربح. يلا خلونا نستقبل مكالمة أخرى. فضيلة من البليدة. ألو أهلا وسهلا فيكي. أهلين سهو. مرحبا وش راكي؟ وش راكي الأخت سهو؟ لا بس الحمد لله. وش راكي أنت عزيزتي؟ صح فطورك. الله يسلمك. الله يسلمك عزيزتي، صح فطورك. أراكي منورة الساسة حنونة. منورة بوجودك عزيزتي وبمكالمتك، الله يحفظك إن شاء الله. وش راكي انتي؟ وشنو؟ قلت لك وش راكي انتي؟ والله إذا أنت بخير أنا بخير. يلا قولي لي عزيزتي. راكي واجدة؟ أوكي أنا معاك. يلا ونكملوا مع كافي الحياة، خلونا نشوفوا السؤال مع بعض. واش اسم هذا الطبق المعروف في قسنطينة؟ اسمه شبح الصفرة. شبح الصفرة، برافو. ألف مبروك لك يا عزيزتي، فرحتينا، الله يفرحك. دخل اسمك في السحب الأسبوعي اللي راح يكون الأربعاء المقبل كما قال سي خونا عبدو، تحياتنا ليه ولكل الفريق التقني وإدارة قناة الحياة، تحياتنا لكل متتبعينها. نورمال وصلنا نهاية الحلقة. مشاهدينا نقول لكم باللي كامل السبونسرز لهم معانا يوجهوا لكم تحيه خاصه، يقول لكم ان شاء الله عجبكم البرنامج. نعاود نذكر مشاهدينا بالسبونسرز هكا باش تتحمسوا للحلقات الجايه. عندنا مجموعه متنوعه من كوزميتيك مهدات من طرف فيفا كوست، بيلا ميزون قدمت لكم سيرفيس في 26 قطعه، صالون مجموعه هدايا من طرف الطاوس، كاربن شومبر كوشي قدمتها لك عزيزتي، وعده هدايا اخرى من فاكير. كذلك عندنا أجهزة كهرومنزلية مهدات من ماك ستور، وعدنا رحلة سياحية مدتها ست أيام، يعني أسبوع كامل في التكاليف لشخصين إلى تونس مع كاتا ترافل أجنسي، وعمرة لشخصين أيضا كامل التكاليف إن شاء الله من نصيبكم متصلين ومشاهدين في قناة الحياة، وإلعب مع ساهم مقدمة لكم من عند وكالة الأسفار الزعاتشة، وآيفون 15 برو ماكس مقدم لكم من قناة الحياة. لكن على مواقع التواصل الاجتماعي تيك سيلفي، ابعث يور نيم وإن شاء الله راح يكون هذا الهاتف من نصيبكم. تحياتنا لكم مشاهدينا، نخليكم على خير ونبقيكم على خير، كنتكم صحة حوركم. باي.